طول في جميع أوقاتي، في جميع لحظاتي لوجه الله تعالى نحن نعمل. يعني نحن نقول دائما في سبيل الله قمنا، نبتغي رفع اللواء، لا لدنيا قد عملنا، نحن للدين الفداء، فليعد للدين مجده، فليعد للدين عزه، أو ترق منا الدماء، أو ترق منا الدماء. أنا طبيب، يبقى أنا دوري إن أنا أوعي الناس بما هو عندي. قد تكون أنت مثلا ضابط مثلا، فأنت دورك إن أنت تحمي الأرض اللي أنت موجود عليها. قد يكون واحد تاني هو دوره، فإحنا كمسلمين بنخدم في المكان اللي إحنا موجودين فيه لوجه الله تعالى.